رغم نخدم في سلك الحظاير في ولاية قفصة، أنا من ضمن 61 من دمخال خدمونا، دخلنا خدمنا عام ونص وجود توا بعثونا إيقاف. قعدنا عام وسبع شهور نخدموا بدون أجر، من غير فلوس. حكينا مع السلطة وتحركت السلطة في الموضوع هذا باش يخلصونا، خلصونا في تسعة شهور برك، قلنا عادي ما فهم حتى مشكل يا أخويا، المهم تتسوى الوضعية. من بعد العام ونص هذوما نخدموا ثلاثة شهور، جينا بطاقة إيقاف مع سيد وزير التنمية، بينا حق باش يبعث لنا هذية في شهر 5 فيفري. لما ننش طالبين حتى شيء، احنا رو مورد رزق، حالات اجتماعية متردية، معتصمين لهنا ونرجو صوتنا يوصل للسلطة ويرجعونا للخدمة، مشينا طالبين حتى شيء. ليش حاجة جديدة راهي هذية؟ انت تعرف أول ما جات الثورة بعد 14 جون في أول اتفاق عملنا بتاع المناول، أنا حين المناول دخلنا في الليليتنا، حين الليليت بدينا في الحضايا، حضايا ماك تعرف موضوع متشعب، فيه المجموعة قلنا خلينا نصفوا التركة متاع قبل الثورة، حضاير ما قبل 2010 ما قبل 2011 معناتها إلى حد 31 ديسمبر، هذوك أنا هنا جاء آخر عقودهم يتخدموا تو في الولايات. بعدين جانا الملف هذا، الملف هذا فيه برشا جوانب راهو فهمتي، فيه لي ناس معترفة بهم مش معترفة بهم وزارة التنمية، لأن بعد الثورة ماك تعرف الملف هذا بتاع الحضايا لم يعد من أنظار الوزارة الداخلية ولا تابع وزارة التنمية. إذا ثم ناس اللي الولاد أعطوهم يعني مش عقود، مش عقود، يبعث يقول له برا المعتمدين الفلاني، برا اللي يصير الفلاني، برا كذا، ولكن ما ينسقش مع وزارة التنمية، كيف جو يعملوا في التدقيق، نلقوا ثم ناس ما همش انسكري في وزارة التنمية، هكا جات هكا الإشكالية نتاع إيقاف البعض منهم، ثم بعض القرارات اللي كانت تعسفية بالحق، فهمتني؟ ثم بعض القرارات اللي هي من جانب التحري، لكن ويجب تتفهم لأن بالنسبة لي هم ما يعرفوش معناتها شنو هالتداخل بين منحة الحظيرة ومنحة المعوزين ومنحة كذا، فهمتي تولي؟ كي يلقوا ثم شكون البعض منهم والعدد منهم فهمتي اللي ياخذ في زوز منح، فهمتي كيفاش؟ منحة الحظيرة ومنحة العائلات اللي ألور هم يعتبروا وكأن هذا سوء تصرف، يعتبروا كانوا سوء تصرف في المال العام. نتمنى أن تتواصل الدولة ما يجيش فسخ وعاود، وهذه رسالة للحكومة، هذه راهو ما وقع اتفاق حوله مع وزارة التنمية السابقة ومع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويرزمو وزير الشؤون الاجتماعية مازال موجود يتواصل، مش نبدا من الصفر. رانا ناس نحبوا نعيشوا، رانا توانسة معناها، هذا حق العيش لا أكثر لا أقل.